زي ما قلنا الملاحظات كانت كتيرة دفاعية، ومستر فيتوريا اتكلم عنها النهاردة. بس خليني اقول لحضراتكم مستر فيتوريا قال ايه بالظبط، ان هو الحقيقة اتكلم النهاردة في المؤتمر الصحفي عن نقاط مهمة جدا جدا، خلينا نستعرضها مع حضراتكم. مستر فيتوريا بدأ كلامه وقال انها مباراة مهمة وصعبة للغاية، لدينا بعض الاصابات ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون، نعمل على تصحيح الاخطاء في مباراة الكونغو ونلعب في اجواء ليست سهلة، كنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وأسلوب اللعب الخاص بنا، لكن لم يحالفنا التوفيق في كثير من الأحيان. نحن تلقينا 6 أهداف وهذا واقع، لكن كان يجب علينا تلقي أهداف أقل، وهذه ظروف وحدثت، وفي الوقت ذاته سجلنا 6 أهداف. تصريحات مهمة جدا طبعا، وإن شاء الله نتدارك الأخطاء دي ونحقق الفوز بكرة ونسعد كل جماهيرنا. لكن الحقيقة طبعا يعني كلام فيه اعتراف كبير جدا مستر فيتوريا، وأعتقد هو شعر بما يشعر به جمهور الكرة المصرية وبيوصل له كل الأخبار. وطبعا احنا كنا مش من عادتنا نتستقبل كل عدد الأهداف ده، لكن خلاص ده أمر واقع وحصل وظروف، وإن شاء الله نتدارك الأخطاء ونتعلم من المباريات السابقة.